وينضم معنا من جدة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الصبان. أهلا وسهلا بك دكتور محمد معنا. دكتور محمد، الاقتصاد ركيزة مهمة لدعم السياسة في أي دولة، وينعكس على الاقتصاد على نظرة الدول العظمى أيضا والعالم أجمع. تدعم المملكة 80 دولة في العالم، فعندما تكون ميزانيتها تجاوزت التريليون للعام الماضي، هذا مؤشر أن سياسة المملكة متزنة واقتصادها انعكس أيضا على سياستها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع اليوم نبارك مرتان، المرة الأولى هي صدور الميزانية بعد قليل بإذن الله، وهي ميزانية الخير، والأمر الثاني هو أن بعد غد هو موعد طرح اكتتاب أو موعد طرح أسهم أرامكو في السوق السعودية. الأمران مهمان جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي. نعم. الاقتصاد السعودي في إطار الميزانية القادمة سيستمر في تحقيق أهداف الرؤية 2030. 2030 منذ أن بدأت قبل 3 أعوام، وكثير من الإصلاحات الاقتصادية قد تحققت. نعم. وكثير من الأمور التي وضعت اقتصادنا السعودي في مساره السليم. هنالك قضاء على الفساد، هنالك حوكمة للأجهزة الإدارية الحكومية، هنالك شفافية، هنالك إعادة النظر في كثير من الإعانات بطريقة لا تمس. نعم. المواطن محدود الدخل، هنالك الكثير من إصلاحات الاقتصادية التي وضحت تماما الآن، وضح تأثيرها على الاقتصاد وعلى الفرد السعودي. كان هنالك على سبيل المثال استهلاك بدخي كبير جدا في مختلف أنحاء الاقتصاد السعودي، لكن مع الترشيد الذي قادته الدولة ومع إزالة بعض الإعانات أدى هذا إلى وضعنا في طريقنا الصحيح. نعم. دكتور محمد، إذا سمحت لي، علاقات المملكة مع الدول الأخرى متينة جدا، واستطاعت في هذا العهد الزاهر أن تحسن من العجز منذ عام 2016 وحتى الآن، حدثنا عن هذا الجانب تحديدا. المملكة العربية السعودية كلنا يعرف أنها هي أحد أعضاء مجموعة الـ20، والتي تعني أنها هي أكبر 20 اقتصاد في العالم. وهذا العام القادم ستستضيف المملكة قمة الـ20، وهي منذ الآن هي تتولى رئاسة مجموعة الـ20. لكن عدا ذلك هنالك تجانس كبير بين المملكة وكثير من اقتصادات العالم. العالم نحن الآن في عولمة متكاملة، في ظل أخذ وعطاء، في ظل تبادل تجاري مركز، ولا ننسى دور المملكة كلاعب أساسي وقائد أساسي في سوق النفط العالمية. كلنا لاحظنا قبل يومين حينما أبرم تحالف الأوبك الاتفاق الهام، الذي أعتقد أنه اتفاق تاريخي بالنسبة، أوضح قيادة وأوضح دور المملكة القيادي في إنقاذ سوق النفط وتصحيح أسعار النفط نحو الأحسن مع بداية العام القادم. وسنرى بإذن الله أسعار النفط تتزايد في الفترة القادمة. بطبيعة الحال الميزانية عادة تأخذ أرقام متحفظة لأسعار النفط. صحيح. وأنا شاهدتها حينما كنت أعمل في وزارة البترول، أنه دائما يطلب منا الرقم التقديري لأسعار النفط، لكن الرقم هو الرقم المتحفظ، وغالبا يكون الرقم الذي تتبناه وزارة المالية أقل من هذا الرقم. تحسبا، لا نود أن نبالغ في أرقام أسعار النفط، لكن تحسبا لابد وأن تتبنى الدولة الأرقام المتحفظة نوعا ما، من أجل أن لا إذا زادت أسعار النفط خلال العام القادم بشكل كبير، نستطيع أن
نزيد من 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 انفاقنا من مصروفاتنا. نعم. مصروفات الدولة، لكن في نفس الوقت لا نود للعجز المالي، عجز الميزانية أن يتزايد أكثر من مستوياته المتوقعة وهي 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. نعم. أعتقد أن هذا معيار أساسي ومهم لابد أن تتم مراعاته، لكن في نفس الوقت حينما نطالب بترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي لا يعني هذا مزيد من شد الحزام والتقشف إلى آخره كما يفسره البعض، وإنما هو الترشيد والقضاء على الهدر في الميزانية والقضاء على كثير من أوجه الإنفاق غير الضروري. نعم. وترتيب أولوياتنا بحيث أن تساهم في تحقيق الكفاءة الأفضل لكل ريال يتم إنفاقه في الاقتصاد السعودي. ولذلك أنا متفائل أننا تدريجيا بإذن الله سنحاول أو سنصل إلى تحقيق أهداف 2030. نعم. وهي أهداف تنويع الاقتصاد السعودي. نعم. والوصول والتقليل من الاعتماد على إيرادات تصدير النفط الخام. وعودة إلى ضيفنا في الاستوديو مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الأستاذ محمد البيشي. أنا مساءً بك مجددا أستاذ محمد. أستاذ محمد، على ماذا يدل الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية، كفاءة الإنفاق الحكومي لزيادة فعاليته أيضا، ومراجعة الجدول الزمني لبعض برامج تحقيق الرؤية؟ الواقع أنه المملكة يعني في كل ميزانياتها الماضية لم تجعل التنمية يعني خيار يمكن المناقشة عليه أو الاستمرار في تنمية، وتحديدا كما أشرتي زميلتي التنمية المستدامة، لأنه هذه المشاريع هي اللي تراهن عليها المملكة في المستقبل الأجيال بإذن الله. اليوم المملكة لديها مشاريع عملاقة وهي بالفعل من المشاريع المستدامة، وعندما نقول مستدامة نعني أنها مستمرة، منتجة للوظائف، مدرة للدخل بإذن الله، محققة لأهداف المملكة في توزيع الرفاهية على كل شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية. اليوم المملكة عندها حقيبة مليئة بالمشاريع الرائعة مثل نيوم وعمالة والقدية. صحيح. والبحر الأحمر، ويعني من كثرها يعني ما نقدر نحصيها، ولكنها بالفعل مشاريع على أرض الواقع اليوم. صحيح. وتم وضع أهداف استراتيجية وتحديد تواريخ للبدء والإنتاج، واليوم في مطارات بدأت تعمل سواء في البحر الأحمر أو في نيوم، ووضعت حجر الأساس لمشاريع ضخمة في الجدية. ننتظر أنه هذا بإذن الله تنعكس أولا وبشكل رئيسي على مستوى الوظائف اللي ينتجها الاقتصاد السعودي سواء حكومي أو قطاع خاص، وهذا بإذن الله سيظهر أثره كما أتوقع شخصيا خلال العامين المقبلة بإذن الله. على صعيد تحقيق إيرادات إضافية للدولة، احنا بدأنا نتلمس ولله الحمد من جملة مشاريع اليوم أطلقتها المملكة في مجال الرياضة، في مجال السياحة، في مجال الترفيه، بدأت تحقق إيرادات. اليوم المملكة أعلنت مثلا على سبيل المثال أنه أصدرت في شهرين 200 ألف تأشيرة أجنبية، هذه فيها عوائد على خزينة الدولة. إذا كل تأشيرة ب 400 دولار لك أنت تتخيلي إذا أصبح هناك مليون تأشيرة في العام. فهذا جانب بسيط فقط من حجم التغيير اللي يحدث. ما ينفقه الزائر سواء مقيم أو محل أو سعودي أو أجنبي قادم من الخارج داخل المملكة وإعادة تدوير الأموال داخل منظومة الاقتصاد السعودي، هذا مكسب بحد ذاته نحتاج حلقة يعني لشرحه. لذلك أعتقد أنه الحمد لله المشاريع التنموية في المملكة ماضية قدما. احنا اليوم في صدد إن شاء الله إطلاق منظومة نقل عام ضخمة ولله الحمد في مجالات المترو. صحيح. والطرق وأيضا المطارات الجديدة، وهذا بالتأكيد سينعكس مستقبلا على كما أشرنا قبل قليل الوظائف من جهة وإيرادات الدولة من جهة أخرى. لذلك أنا على الصعيد الشخصي متفائل جدا بأنه إن شاء الله خلال العامين القادمة سنبدأ يعني نقطف ثمار الرؤية على الأقل وهي في منتصف الطريق بإذن الله. بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد البيشي مساعد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية. أهلا وسهلا. وعودة لضيفنا من جدة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الصبان. أهلا وسهلا بك دكتور محمد مجددا. أهلا وسهلا. دكتور محمد، كيف تقرأ الأرقام التي تم الإعلان عنها فيما يخص
نمو القطاع الغير نفطي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومشاركته أيضا في تنمية الاقتصاد؟ بطبيعة الحال حينما نتحدث عن مساهمة القطاع غير النفطي لا يعني أننا نستثني تماما القطاعات اللاحقة أو العمليات اللاحقة من القطاع النفطي. بمعنى آخر، الصناعات التحويلية المعتمدة على الأقيم سواء من الغاز أو من البترول النفط الخام، هذه تعتبر أيضا إيراداتها تعتبر إيرادات غير نفطية. البتروكيماويات تعتبر إيرادات غير نفطية. ما نقصده بالإيراد النفطي هو الإيراد الذي يأتي من خلال تصدير النفط الخام إلى الخارج والحصول على أموال تضخ في خزينة الدولة أو في ميزانية الدولة، وهذا بطبيعة الحال سيتقلص تدريجيا. لكن لا يجب أن نتفائل بشكل كبير ونقول أننا قد حققنا زيادات كبيرة في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. لا زال الطريق أمامنا طويل، وهذا حقيقة وأمر وما واقع. هي العقبات دكتور محمد؟ ليست عقبات، ولكن لا يمكن أن يتم تنفيذ الرؤية 2030 بين يوم وليلة. أنت سيدة وقد تلجئين إلى الطبخ أحيانا بين الحين والآخر، وتعرفين أنك لو تمنيت طبخة كبسة على سبيل المثال لا يمكن أن تجهزيها خلال 5 دقائق، وإنما تأخذ منك وقتا طويلا. ونفس الشيء بالنسبة لبرامج الرؤية. ولذلك هنالك المتعجلون الذين يعتقدون أنه كان يجب أن تظهر كل النتائج الإيجابية منذ الأمس، وهذا غير صحيح. لكن نحن على الطريق الصحيح، وأنا أشارك الأخ محمد البيشي تفاؤله. أنا من الناس المتفائلين جدا. أصل لا خيار للمملكة غير المضي في طريق الرؤية 2030 شئنا أم أبينا. لو تأخرنا أكثر لا سمح الله لكنا وجدنا الكثير من الصعوبات. هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه الرؤية حاليا، ولكن تدريجيا بيتم القضاء عليها ويتم التقليل منها. ولذلك لابد أن يكون التفاؤل هو شعارنا. ما ذكره الأخ محمد بالنسبة للنقل العام، أنا أود وأتمنى أن يكون النقل العام شامل لجميع مناطق المملكة وليس مناطق محددة. مدينة جدة تعاني من عدم وجود المترو وكثير من المدن الأخرى، فلا بد أن نتجه إلى تحقيق التنمية المتوازنة والتنمية الشاملة. في تصوري أن أسعار النفط العام القادم ستساعدنا بشكل كبير بإذن الله في تحقيق أهداف الرؤية 2030، استمرار في زيادة الإنفاق الحكومي بعد زيادة كفاءته بشكل أفضل، والوصول بمستويات الإنفاق إلى الدرجة التي تحرك من اقتصادنا وتدفع به نحو الأحسن بإذن الله. أشكرك شكر جزيل الكاتب الاقتصادي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الصبان.